نظمت الجمعية السورية الرائدة لأمراض الهضم مؤتمرا طبيا نصف سنوي بعنوان الجديد في الطب الهضمي. مؤتمرنا اليوم راح يكون على 3 جلسات، الجلسة الأولى راح يكون محور الكوفيد 19 وراح يحكوا عنه الزملاء اللي المحاضرين بهالجلسة وراح يدير النقاش عبر النت. الجلسة الثانية راح يكون عن الداء المعوي الالتهابي، الجلسة الثالثة هي عن موضوع التنظير الهضمي وموضوع المتفرقات. طبعا معنا خيرة أو من خيرة الخبراء محليا وعالميا وعربيا. عنوان الندوة راح يكون ما هو جديد في أمراض الهضم، رح نضوي كثير على موضوع الكوفيد كونه هو الشغل الشاغل، ورح نضوي على كثير من الأمور اللي أحدثت انقلاب بالعلاجات. إن شاء الله رح يكون مؤتمر ناجح. المؤتمر هو الأول عبر منصة البث السورية تم خلاله مناقشة انتشار فيروس كورونا وارتباطه بالأمراض الهضمية من قبل أطباء سوريين وأطباء من الدول العربية. الأطباء ناقشوا من خلال محاضراتهم الجديدة في الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى مجموعة الإجراءات الوقائية التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا. رح أتكلم عن موضوع شوي دقيق بالهضمية، هو الفيزيولوجيا المرضية الدقيقة لآفات الأمعاء الالتهابية، فهم أفضل إلى وتأثير هالفهم الأفضل اللي نحن عم نسعى له. طبعا لحد الآن ما وصلنا لفهم 100% للفيزيولوجيا المرضية لآفات الأمعاء الالتهابية، ولكن كل ما أننا عم نتحسن فهمنا وتأثير هالفهم هذا على العلاجات الحالية والمستقبلية للمرض. التظاهرات اللي بيهمنا بنتقل هو أكثر شيء عن طريق اللمس أساسه، يا أما الأكثر شيء عن طريق الشم بعدين باللمس. فالجهاز هذا بينتقل إذا ما واحد مو مغسل إيديه، كان بالتواليت وطلع ما غسل إيديه، ما عم بنسميه بالإنجليزي الهايجين، نظافة الحفاظ على نظافة الأيدي هي الأساس. فأهم شيء بالكورونا إنه هو فيروس ضعيف جداً، ثلث ساعة ثلث دقيقة لازم الواحد يغسل إيديه بالصابون أو أي محلول معقم بسيط كتير 65% كحول، بس 5 ثواني بكفي أو 10 ثواني. يستمر العمل في إلقاء الضوء على آخر مستجدات الطب وعقد ورش علمية متنوعة لعرض أحدث التقنيات التي يتوصل لها العلم والطب البشري في مجال علاجات الأمراض السارية والمزمنة.